في هذه الفقرة معانا الدكتور عبد المحسن الصحاف، اختصاصي علاج الألم بالتدخل الجراحي البسيط، وحديث عن هذا التخصص واللي حققه من جوائز واكتشافات في هذا المجال. حياك الله دكتور معنا. الله يحييك، مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. تو كاينة من عملية، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بصراحة يعني جهد تشكر عليه انك تطلع من عملية وتينا المقابلة على طول. من عملية ترى بعد عندنا. انت بعد؟ الحديث عملية. ان شاء الله يلا. إذا دكتور لك براءة اختراع في مجال الألم وحصلت عليه جوائز عالمية ما شاء الله. الأسبوع اللي طاف تكلم عنه الأستاذ محمد زمان من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع عندنا بالبرنامج. يا بسيرتك. صحيح، خلينا نتكلم عن هذا الاختراع وهذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. حياك بالخير. طبعا الاختراع هذا ما هي من فراغ. أنا صار لي تقريبا 10 سنوات اللي فاتت أشتغل في مجال علاج الألم بالتدخل الجراحي البسيط. فأغلب شغلنا كان باستخدام الأشعة. والأشعة مثل ما ندري أنها مضرة حق الطاقم الطبي، لأن احنا يوميا نستخدمها. ما نلبس احنا الأفرن أو الرصاص الثقيل. كل مرة تلبسونه؟ طبعا طول اليوم. إي. يعني احنا شوية الأسنان لما هذا ويضايقنا. لا لا، احنا للأسف يعني لازم نحاول. نعم. نلبس النظارات والحمايه حق الرقبه وزائد الكامل. نعم. فهذا في اجزاء من الجسم مع هذا يكون مكشوفه، الراس، الايد. صحيح. وهذا. فمثل ما قلت لكم شغلنا يتحتم ان نستخدم الاشعه في علاج الالم بالتدخل الجراحي البسيط. بس عشان الساده المشاهدين يعرفون اكثر عن مجال التدخل الجراحي البسيط، هو تخصص حديث نسبيا صار له بالعالم 20 سنه اللي فاتت، اللي سوى ثوره كبيره. أي. اللي هو علاج الالام من الديسك، عرق النسا، الصداع، ايا كان الالم بجسم الانسان، سواء كان امراض حميده او امراض تبعيد الشر سرطانيه او اصابات رياضيه. فهذه كلها نعالجها بالتخدير الموضعي عن طريق الاشعه والسونار، ونحط الابر والقساطر في مكمن الالم. عاد في تقنيات كثيره لعلاج الالم على حسب الحاله والتشخيص. فهذا كله سوى ثوره كبيره في الوقت الحالي لعلاج الالم. كان في السابق ايام عمليات جراحيه فتح كامل او علاج طبيعي او المسكنات. صحيح. ففي شريحه كبيره من الناس ما كانت لا هذه فايد وياها ولا هذه فايد وياها. والشريحه هذه تقدر 30% من الناس عندهم الام. نسبه كبيره. اذا قلت لك 80% من الناس بالعالم راح يصيبهم الام في الظهر او الرقبه في وقت من حياتهم، قيس على هذه 30% ايش كثر عدد الناس. اوكي. فهذا مثل ما قلت الجهاز للاشعه استخدامنا طول اليوم. كانت انا الباك جراوند مالي كنت طبيب اشعه. ف إذا وخرنا عن جهاز الأشعة متر واحد، نسبة الأشعة تقل 75%. فإحنا أنا كنت مضطر أن أقرب من المريض أن أحط علامة على أساس دخول الإبرة أو القسطرة، أكون قريب بعد من الأشعة. فاللي سويته استك طويل بحيث أطق دقمة والصوب الثاني يعلم على مكان الأشعة بتقنية معينة. فأنا سويت مسافة كاملة بيني وبين المريض في نفس الوقت، حميت نفسي والطاقم الطبي. نعم. والحمد لله. هاي الأطباء مدينين لك. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نخدمهم يعني باقل شيء. والحمد لله كانت الجائزه في المؤتمر الشرق الاوسط للاختراعات. فالحمد لله انا يعني بالكويت الوحيد اللي حصد اول او اكبر جائزه كان موجوده، وجائزتين كانوا، اللي هو ميداليه ذهبيه مع مرتبه الشرف، زائد كاس او ميداليه ايفا، هو المنظمه العالميه للمخترعين. نعم. الحمد لله طلعت باسم الكويت. ما شاء الله. ودكتور يعني انت الحين على مستوى العالم، يعني وكانت بعد لك تجربه بانك شفيت رجل او شافي الله طبعا من غير تدخل جراحي او شيء كذي. اي هذا كان حاله يسمونه القدم الساقطه. نعم. هو نوع من الشلل يصيب عاده يكون الضغط على العصب الخامس في الظهر. هذا الكومن. بس المريض اللي كان عندي الحاله المرضيه كان عنده شلل دون الم. كان في طبعا الضغط على العصب اول شيء يصير الم، تنميل، ثم ضعف عضلي او شلل. المريض هذا صار فيه شلل من غير ما يصير الم ولا ضعف ولا 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 تنميل. كذي يعني؟ كذي صار. فكان اثارني موضوع شلون في بعض الناس بغى يسوون عمليه في الظهر. نعم. وما كانت مقنعه. فاللي سويته انا سويت رنين للركبه، وطلع فيه كيس مائي صغير ضاغط على عصب
حركي وليس حسي، فيصير شلل بدون ألم. وبتدخل جراح بسيط حطيت إبرة فيه وسويت تردد نابض، خلال شهر المريض رد إلى حالته الطبيعية، ونشرت كأول حالة في العالم. زين، وأنا شيء يذكر في مرجع الاعتلال الأعصاب الطرفية، مرجع كبير. زين، فالدكتورة الناشرة حقها أرسلت لي إيميل وقالت لي This gonna be in my second edition. يعني إن شاء الله راح يكون لأنه سابقة. والحمد لله يعني طلعنا بشيء يفيدنا فيه وتكون مفيدة حق اللي بعدي إذا صار مثل الحالة يفكر بهالشيء. ممتاز، واحنا طماعين طبعا بالاخير ان الدكتور كويتي فاي طبعا هذا الشيء يعني الحمد يشرفنا لله. ونفرح فيه اكثر يعني. والالام كثيره صراحه يعني بنبلش يعني للاسف يعني كل الكويتيين كلنا نشكي دائما من الم اللي يصير من الرقبه ينزل للكتف. اي نعم. هذا شنو؟ طبعا احنا نتكلم على شيء يعني عندنا شيء ميكانيكي وشيء كهربائي. نعم. زين، شلون عندك سيارة عندك ميكانيكي وكهربائي؟ إيه؟ نفس الشيء. زين، لازم ويا بعض نجمعهم. لازم بعض، ساعات تحاول تعالج الاثنين. نعم. ساعات تحاول تعالج واحد فيهم. فإذا كان الضغط شديد على العصب، زين، وهذا يكون مرحلة متقدمة جدا، ذيك الساعة حاول تدخل جراحي كامل اللي هو عند الجراحي مو عندي أنا. لكن إذا كان في ديسك وسط وفي ألم قاعد ينزل على الإيد، فأحيانا المفاصل بالرقبة تسبب ألم، هذه بعض الأعصاب على حسب مكان الألم. شلون أقدرها مثلا؟ شيء يحتاج أروح لي مثل ما قلت دكتور أو أروح مساج أو يعني أريحها؟ طبعا المساج هو أساس الصحة العامة أو المناسة، الواحد يريح جسمه هذا مساج، لكن هو ما هو علاج فعلي. أوكي؟ طبعا احنا نقول أي ألم يظل معاك بوتيرة متزايدة خلال شهر واحد يحتاج على الأقل تبحث سببه. أوكي؟ وما في ألم مزمن ما في تحته سبب معين، وشدة الألم لا تعني خطورته. فساعات الناس تقول عندي ألم كثير خاف بعيد شرفين الشين ولا كذا، فيحاول أنه ما يسوي أشعة أو رنين أو يتهرب. مشكلة يتهرب، والمشكلة ساعات تكون بسيطة يقدر حلها بالبداية. طبعا، والحل بالبداية دائماً يعني أسهل جدا سهل، بدال ما يكون الألم بعد فترة يتغير شكله، يصير مبهم ويصير هي منظومة عضلات وأعصاب ومفاصل كلها على بعض، فإذا شد شيء فيهم المنظومة كلها لازم تتعالج. نعم. زين، وآلام الظهر وعرق النساء هذا شنو أسبابه؟ زين، حين آلام الظهر هذا اسم عام. أوكي؟ طبعا الشيء الخاطئ ان واحد انا اتضايق من المريض لما يجيني يقول لي انا عندي ديسكين في ظهري. ايش دراك؟ لا عند يعني وفعلا عنده ديسكين في ظهري. عنده رنين مسوي هذا. نعم. عنده ديسكين او عنده ثلاثه، كانه ساعات يتفاخر بالمشكله او بال لكن في حقيقه الامر الديسك ما هو السبب الرئيسي لآلام الظهر. اول شيء على السبب الرئيسي احتلال العضلات او الشد العضلي. يليه تهيج الاعصاب. الأعصاب من شنو تتهيج؟ تتهيج بنتيجة ساعات تلمس الديسك شوية، ساعات المادة الهلامية داخل الديسك تطلع برا وتهيج الأعصاب. فهذا كلها تسبب آلام. 50% من الناس اللي عمرهم فوق 50 سنة عندهم مشاكل في الظهر، خشونة وما شابه، وما يشتكوا من أي شيء. فبالتالي أو بالتبعية إذا اشتكى المريض في هذا السن أو حتى سن مبكر مو معناته أنه الملام. زين، سؤال ثاني، اذا عندنا 3 ديسكات هل 3 ديسكات مسوي مشكله؟ زين، كله يعتمد على فحص المريض. وللاسف بعض المرضى اللي يشوفون اللي قاموا باجراءات خاطئه مثلا او سمع عمليات خاطئه كان نتيجه ان الطبيب ما فحصهم فحص كامل، ما سالهم سؤال كامل، فنتيجه العمليه تطلع بدل الالم القديم موجود ومع الم هديه جديد. صحيح. فهي التاريخ المرضي زائد فحص المريض زائد بعدين نقارنه بالرنين، اذا كان في شيء مطابق حقه خير وبركه، اذا ما كان في شيء مطابق لا نمشي على الفحص اللي فحصناه المريض والتاريخ المرضي لانه هو الادق. والوقايه دكتور، دائما الوقايه هي مهمه، فاشرح لنا يعني او اعطنا بعض النصائح شلون نقدر نقي ظهرنا من الالام هذه. طبعا احنا طبعا كمذيعين ما شاء الله طول اليوم قاعدين على الكرسي، اسوأ شيء ايوه القعده على الكرسي او القعده. لان جسم الانسان مو مصمم انه يقعد طول الوقت. الضغط داخل لب الديسك يزيد 3 دبلات وانتم قاعدين.
عشان تتمشى يعني. هو يعني مثلا بالبريك على الاقل خمس دقائق تطلع. ما عندنا بريك خمس دقائق كان زين. نسوي الواسط عند المخرج ان شاء الله. شيء ثاني الكوشين ورا كل الانسان يحاول يرد الظهر لورا احسن. احسن طبعا مع ان ساعات الانسان يسوي لقدام يرتاح صح؟ ليش يرتاح؟ لان القناه العصبيه اللي موجوده بالخلف تفتح فتريح الاعصاب، لكن اللي قاعد يسوء الضغط الدس قاعد ينضغط عليه زياده، فعلى المدى البعيد راح يسوء تسوء الحاله. فمو كل شيء مريح حاليا معناته بالمستقبل يكون زين. هذه اهم شيء طبعا الرياضه، لان في تون بالمصل اللي انت ما تتحكم فيه يسمونه انفولنتير مصل، اللي انت ما تتحكم فيها حاليا قاعد في تون. اذا هذه حصيله الرياضه اللي تسويها يوميا او بالاسبوع على حسب قدرتك، فهذه تحمل ال بدل الديسك، لان اذا شلنا كل العضلات عن الجسم الانسان، الجسم الانسان العمود الفقري ما يقدر يستحمل اكثر من 5 كيلوات ينهار. اوكي، فالحمل كله على العضلات اللي حوالينا، فاحنا حاملين كل شيء. فلازم نقوي عضله الظهر طبعا. فانا دائما لما اقول حق اي مريض عندي، انا واجبي اني اقلل الالم مالك قدر الامكان، بحيث انت تحاول تقوم في رياضه تحميك في المستقبل. والوزن دكتور هذا اهم شيء. طبعا الوزن هذا شيء مهم زين، لكن ينزله المشكله ساعات النزول السريع في بعض عمليات التكميم والما شابه، ساعات النزول المفاجئ هذا يسبب ديسك، وساعات مرضى يقول انا ما كان في شيء وصار فيني بعض المرضى. يضر هذا دكتور؟ ليش؟ اول شيء انت المريض اللي كان في السابق ما كان يتمرن، فعضلاته ضعيفه. حلو؟ نعم. الفات او الدهن حوالين العمود الفقري كان مثل السناده كوشن قاعد مرتاح. اي العمود الفقري قاعد يسند عليه، اوكي؟ نعم. فلما يختفي فجاه كذي والعضلات ضعيفه يبدي المشاكل. فاثناء اللي حاب يقوم عمليه قدر الامكان يحاول يقوم في رياضه ولو كانت بسيطه. رياضه مثل يعني هل المشي كفايه؟ دائما يقولون المشي كفايه. المشي ممتاز، لكن هل هناك تمارين معينه؟ والله يعني انا دائما في تمرين وايد انصح به الناس يسمونه كامل اند كات اكسرسايز للجمل والقطوه، اللي هو تحدى بظهرك بالاتجاهين، موجود في اليوتيوب في كل مكان. نعم. هذا دائما اربطوه بالصلاه، وقت الصلاه نفس وضعيه السجود زين، سوي التمرين 5 مرات في اليوم، 5 دقائق ما تخسران شيء وتريح. وهذا تمرين جدا بسيط حتى حق اللي في عندي مشاكل الام حتى. اوكي. والسباحه دكتور؟ طبعا السباحه سلاح ذو حدين زين، هو السباحه زينه لكن ساعات تسوء، خاصه الامراض اللي في الرقبه، لان السباحه اللي قدام انسان يميل رقبته اللي قدام فيزيد الضغط عليها. نعم. فالسباحه قد يكون اللي وراء يكون احسن او امن. او المشي بالماء. المشي بالماء حق كبار السن اللي عنده مشكله بالركبه في علامه الظهر، لان الوزن ينقل 30% وانت بالماء، ففرصه عشان تهيئ نفسك قبل الرياضه العاديه. نعم دكتور، ايضا ممكن نقول من اخطر الحالات كسور العمود الفقري. نعم. في هذه هني في هذا الوضع شلون نتعامل مع مثل هذه الحاله؟ طبعا في السابق كسور العمود الفقري كان المريض يقعدونه بالفراش وحزام شهرين ثلاثة لما ينجبر. طبعا الكسور تكون نتيجة عادة الهشاشة، لكن في كسور تكون نتيجة أورام. أذكر أحد الأطباء كلمني من مستشفى ثاني قال لي عندي مريض بعيد الشر في أمراض سرطانية منتشرة في العمود الفقري، والريال لابس حزام ونايم بالفراش مو قادر. فكلمني قال لي ما يخاف تاخذ عينة منه؟ فقلت له ايش رايك اخذ عينة واحرق لك الورم واحط لك اسمنت مكان هذا؟ كان يقول لي على قولته بليز دو. فالمريض فعلا اخذت العينه، وفي مكان ورم بتقنيه معينه حرقناه، اوكي؟ فالمكان هذا خلاص انتهى اللي بالمكان هذا. وزاد لان هذه صارت ضعيفه حطينا مكانها اسمنت الطبي. نعم. اوكي؟ هذا بالبنج الموضعي كله كان. هذه بالكويت دكتور ولا برا؟ بالكويت. نعم بالكويت. في مستشفى مبارك. نعم. فعشان نقول الحكومه لازم. زينة. اوكي. فالمهم بعد ما مشى المريض نفس اليوم للمج موضعي. نفس اليوم؟ اي نفس، خلص نص ساعه راح المستشفى اللي دزوه، فكلمني الدكتور دز لي مسج. فالدكتور قال لي بيشن از اوت اوف بيد وذ نو نيورولوجيكال سيمبتومز، معناته المريض طلع من الفراش قام يمشي بدون اي مشاكل عصبيه او الام. فساعات الموضوع بسيط لكن علاجه، عفوا الموضوع كبير يعني ظاهريا لكن علاجه قد يكون حيا. انت اليوم وايد هونت اشياء.
والله ان شاء الله. هو يعني دائما في خيالنا ان الامر كبير، لكن بوصفك ممكن فعلا تكون الحاله محتاجه تدخل جراحي بسيط وتنحل المشكله. اي نعم. نعم. طبعا اذا تسمحون لي في الوقت الحالي انا جبت لكم بعض الشغلات الادوات اللي نستخدمها في التدخل الجراحي البسيط اذا في مجال. ممتاز اكيد دكتور تفضل. طبعا احنا الديسك اخر شيء نلمسه، زين، لانه هو مو السبب الرئيسي لمشاكل الظهر. زين. فمن ضمن العمليات اللي نقوم فيها هي تحجيم الديسك او تصغير الديسك، اوكي؟ تصغير الديسك هو عباره عن نعم طبعا مو اي ديسك، يكون حجمه وسط صغير. نعم. اوكي؟ فمثل طبعا هذا نوع من الاجهزه نحطه في لب الديسك، لان لب الديسك مثل الشعر والاظافر ما في احساس. الحمد لله. الحمد لله. فبنجي موضوع اي واحنا قاعد نسولف مع المريض نحط هذا، نستدرج هذا داخل لب الديسك، زين، بعدين نشغل الجهاز يقوم يسحب الماده هذه ويتجمع هالمكان هاي. نعم. طبعا هو ماده بسيطه من لب الديسك تكون بيضة في الغالب الامر، وهذه كفيله ان تقلل الضغط اذا كان في ضغط اساس المشكله. لكن اذا كان المشكله تهيج الاعصاب عندنا كذا بديل حق التهيج. نعم. التقنيه الحديثه حاليا اللي العالم كله يتكلم فيها اللي اخترعها او اول دكتور استخدمه اسمه دكتور سلاتر، سوى شيء اسمه التردد الحراري نابض. قبل كان في اي الم يحط ابره ويا شويه يحرق الخضر واليابس. اوكي. فهذا كان سبب مشكله اكبر اللي هو الشيء الشيء. طبعا. فاللي اخترعوا شيء اسمه تردد نابض، يعني ينبض ويسكت. هو شغال الجهاز في 20 ملي سكند وسايلنت 480 ملي سكند، يعني اكثر شيء سايلنت، لكن التردد هذا يسوي تيار كهرومغناطيسي حوالين الاعصاب ويهديها او يحاول يصفها في طريقه صحيه. انا شبه دائما عندك شارع في زحمه، هي شرط المرور عدل السير، نفس الشيء هذا الجهاز. فهذا الابره هي ابره خاصه توصل بالجهاز. نعم. على راس العصب او جذر العصب، وفي تيب هذا يسمونه اكتف تيب او الجزء الفعال، في نوصله بالجهاز نسوي تيست حق المريض، راح ينزل التنميل اللي يريده يقول هذا اسمه كان الم مالي، بعدين نسوي ذبذبات اثناء تسليط الذبذبات على العصب كم دقيقه، الانسان ما يحس بشيء، قاعد نسولف وياه. حلو شغلكم كله سوالف. بسيط يعني هذه الشغلات البسيطه سبحان الله. بالضبط يعني تحس ان الامر الحالات الاكثر الادق. نعم. مثل حق الرقبه، حق اذا كان عندي كذا عصب بدل ما اشك المريض كذا شكه، عندنا انواع بصادر كثيره طبعا، زين. نعم. بس هذا مثلا واحد منهم. هذا. نعم. نستدرجها مثلا اذا كان من اسفل الظهر من صوب العزيزو، او من اعلى الظهر من نص الظهر نوصلها للرقبه. طبعا هذه من مثل نايلون ما تجرح. اوكي. فيها ثلاث ميز. اول الاولى، زين، ان لما ندخلها بالنخاع الشوكي بين النخاع الشوكي والاعصاب. نعم. منطقه دهنيه يسمونها فوق الجافيه، نفس الابره اللي تطقونها في الظهر اثناء الولاده. الولاده. نعم. فهذه القناه هي المفروض هي قناه دهنيه تزلق، لكن مع الالتصاقات مع الالام المزمنه تبدي تسبب الام. زين. فهذه نستدرجها لنرقبه، سواء انا اعاويها، زين، عشان اقدر الفها يمين ويسار. اوكي. فوهي ماشيه اي شيء لاصق تفتشه. طبعا مو غصب لانها مو قويه، بس الالتصاقات عادة تكون خفيفة. خفيفة. وثاني شيء لو نلاحظ هذا المخرج يحط التب ماله في مثل معدن. المعدن هذا الطرف الثاني موصل بجهازه نفس الشيء تردد النابض. دكتور لو قايل لنا نجيب كاميرا دقيقة. العد. لازم. اوكي. لا الامور واضحة. انزين. فبعد ما نوصل تردد النابض هذا ممكن اعالج الاعصاب واحد واحد من دخلة واحدة. والشيء الاخير انه ممكن عن طريق هذا نفس الفتحة نحقن مواد الكورتيزون او اي ما شابه اللي تبطل الاعصاب. ممتاز. فهذه من الثورات الحديثه اللي صارت نستخدمها يوميا. ما شاء الله، سبحان الله، يعني هذا طبعا يفيدنا، يفيد البشريه ويفيد الانسان بان يعني نحاول ان يعني ان شاء الله يعني ما اقول لك الخير، لكن انت عالج بدون الام مثل ما شرحت يا دكتور، يعطيك العافيه. واحنا الله يعافيك. جدا شاكرين لك وجودك معنا. كان معنا الدكتور عبد المحسن الصحاف، اختصاصي علاج الالم بالتدخل الجراحي البسيط. بسيط بمعنى الكلمة. جدا مثل ما شفته. شكرا لك دكتور، وشكرا لكل من تابعنا. نشوفكم إن شاء الله باكر على خير، ومع السلامة.